هذه الأشواط واندفاعت هذه الشعارات والسلالات الغنية عن التعريف، حيث انطلق منذ لحظات قليلة شوطنا السادس المخصص للإبكار في الانتاج. هنا أيضا أشواط الصعوب ضمن أيضا مهرجان البيت متوحد على بركة الله وتوفيقه. تمنياتنا لكافة المشاركين بالتوفيق في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. مباشرة على المقدمة هذه المزن عبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي يتقدم، الرشيدي على الصدارة الأولى، النقلة إلى المركز الثاني، الوصول والتقدم في هذه اللحظات. هذه وابل صالب بن سلطان بن غالب المنصور، الشعار الوثباوي هنا ياتي على البداية الأولى مقدم لنا انطلاقة وابل، بينما المركز الثاني القادمة هنا والمتسللة نوايا مصبح بن سالم بن مصبح النعيمي، بينما اخذ المركز الثالث القدوم هنا والوصول من هذه الاسماء هذه النادرة سيف بن مسلب بن غزول العامري. المركز الخامس الواصلة في هذه اللحظات مثيرة محمد بن غفان بالعرط الحميري، بينما المركز الخامس هناك الوصول التسلل من اليازي في هذه اللحظات. يا سلام، هناك ايضا سعيد بن محمد يتقدم بن مروشد على البداية الاولى، ولكن هنا الوصول من الاسماء القادمة والشعارات. هنا هيام سيف بن سعيد بن شطيط الوهيبي، هنا الله يتقدم هذا الشعار مقدم لنا هذه الانطلاقة، انطلاقة هيام، بينما هنا القادمة الواصلة في هذه اللحظات انتصار. وصلكم شعار بالزاهرة احمد بن خليفة بن زاهرة الخيلي، ولكن المقدمة وين؟ الصدارة وين؟ هناك ايضا شعار بن مروشد هنا على المقدمة الأولى، سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد هناك مع اليازي، اليازي اليازي على البداية الأولى. الله الله، تسعيرة هجن الرياسة لمن؟ تسعيرة هجن الرياسة لمن؟ 1200 1200 يا أهل الصعوب يا أهل الصعوب. اليازي على المقدمة الأولى على صدارة هذا الشوط مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة هنا المزن عبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي، هنا هالي الباطنة وساحل الباطنة، بينما المركز الثالث هذه انتصار احمد بن خليفة بن زاهرة آل خيلي. ولكن مرحبا راعي بويضة هنا وصل في هذه اللحظات مقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة. هنا سعيد بن عامر بن حمد النيادي مع الذيب، وشعار راعي بويضة، ولكن وين اليازي؟ جولة الأوامر، جولة التحديات المثيرة. هنا اليازي اليازي، وهناك الذيبة 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 قادمة، واليازي هنا راح بن مروشد، راح بن مروشد هنا على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط. هذا هو بن مروشد يقدم لنا اليازي على صدارة هذا الشوط مع جولة الأوامر، ولكن هنا الذيبة سعيد بن عامر بن حمد النيادي هنا يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات في هذا المسار. وصلت الذيبة، تقدمت الذيبة في هذه اللحظات، واليازي صامدة، اليازي صامدة. الناموس أين؟ أين هذا الناموس؟ تسعيرة هجن الرياس أين؟ ما بينها الشعارات، ما بينها الأسماء الجميلة، ولكن اليازي اليازي صامدة. اليازي سعيد بن محمد بن مروشد يقدم لنا اليازي على البداية وعلى صدارة هذا الشوط. تهانينا والناموس، تهانينا لك يا ابو محمد على فوز اليازي هنا وحضورها في هذا الشوط. سلام بن مروشد، سلام سلام يا اليازي، سلام. وتهانينا الحمدان بن محمد بن مروشد على فوز اليازي، المركز الثاني كان من نصيب. هناك ايضا الذيبة سعيد بن عامر بن حمد النيادي، بينما المركز الثالث هناك ايضا انتصار احمد بن خليفه بن زاهر الخيلي، واللي احتلت على المركز الرابع
مشاهدينا شعال بن قنزول من يتقدم على المركز الرابع، نقلتني للمركز الخامس. هنا ايضا هذا هو شعار شيدي يتقدم على المركز الخامس، مقدم لنا هذه الانطلاقه عبد الله بن سليمان بن ناصر الرشيدي مع ايضا المزن. اعود الى التوقيت الزمني، هنا ايضا توقيت اليازي سعيد بن محمد بن مروشد قدم لنا اليازي في هذا المستوى الجميل هنا ايضا والمطلوب، شكل اداء جميل هنا ايضا. اعزائي المشاهدين تهانينا والناموس. اعود الى التوقيت الزمني، هنا 4 دقائق بلا شك لحظات الوصول و30 ثانيه جزئين من الثانيه. تهانينا ايضا على هذا الفوز والتهنئه لحمد بن محمد هنا ايضا بن مروشد. بينما المركز الثاني هذه ذيبه سعيد بن عامر بن حمد النيادي، هنا ايضا مشكور عبيضه 4 دقائق 30 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه. بينما المركز الثالث هنا ايضا اعزائي المشاهدين هذه انتصار احمد بن خليفه بن زاهره على خيلي اللي احتلت المركز الثالث بتوقيت زمني مقداره مشاهدينا كما تتابعون هنا ايضا عبر الشاشه 4 دقائق 36 8 اجزاء من الثانيه. فتهانينا والناموس لكل الفائزين. بينما المركز الرابع هنا ايضا هذه النادره سيب بن مسلف بن قزول العامري 4 دقائق 36 8 اجزاء من الثانيه هنا ايضا. بينما المركز الخامس هنا ايضا اعزائي المشاهدين 4 دقائق 37 جزءا 1 من الثانية، مشكور الحبسي. هنا أيضا أعزائي المشاهدين كان من نصيب أيضا المزن عبد الله بن سليمان بن ناصر أرشيدي، وسلام لأهالي الباطنة، سلام.